الفرق بين اخصائي نفسي ولايف كوتش ومدرب التنميه البشريه. تمام. الاخصائي النفسي بيبقى لا اما خريج كليه طب نفسي وبعدين يعني بيبقى طبيب نفسي وبيتخصص في العلاج النفسي لو درس مدرسه من مدارس العلاج النفسي وبيعالج الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه. اوكي. وفي اخصائي نفسي خريج كليه اداب قسم علم النفس وده درس برضو ده حضرتك درس وسائل العلاج النفسي برضو ويتعامل مع الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه خفيفه لتقيله يعني على حسب يعني بس يعني ده حتى في الاخصائي النفسي في انواع بس الاخصائي النفسي ما بيديش ادويه لا الطبيب النفسي هو اللي بيدي الطبيب النفسي بس هو اللي بيدي ادويه لان هو بيدرس الكيميكلز المشاكل اللي بتحصل كيميكلز في المخ. طب يبقى دلوقتي الطبيب النفسي خريج طب صح؟ اوكي والاخصائي النفسي خريج اداب علم نفس. تمام. ده انا فهمته. تمام. وكنت فاهمه. تمام. اللايف كوتش خريج ايه؟ والتنميه البشريه خريج ايه؟ طيب اللايف كوتش دي شهاده جديده او يعتبر يعني مهنه جديده. تمام. اوكي. هي مش موجوده في مصر بس هي موجوده في العالم كله يعني. الفكره ان اوقات كتير الناس بيبقى عندها مشاكل لا ترتقي لنقدر نقول ان هي تكون مشكله نفسيه. انا مثلا داخل واخد عندي قرار مش عارف اخده يعني مثلا جاي لي سفر واسيب الولاد هنا ومراتي ولادي هنا ولا اروح السفر ده ولا اكمل في الشغل هنا فبتبقى مشاكل حياتيه. عايز اخد مش عارف انظم وقتي يعني يعني دي محتاجه حد يقول لي عادة في ناس بتحتاج لايف كوتش او حد يعمل لها مانجينج ازاي يتعاملوا مع المشاكل الحياتية بتاعتهم. المشكلة مدرب التنمية البشرية زي من اسمها باين مدرب يعني ترينر. ايه تنمية بشرية؟ تنمية بشرية تنمية بشرية معنى الانسان يفهم نفسه اكتر. الانسان يفهم عن نفسه اكتر وعن اللي حواليه. مدرب مقصود بيها ان هو ما بيعالجش هو ما بيدخلش في علاج هو كل ما بيقول ان هو بيدينا معلومات زي ما بدخل على اي يوتيوب مثلا فيديو واقعد اتفرج على اي ناس اللي هم المتحدثين التحفيزيين او الموتيفيشنال سبيكرز بيتكلموا عن حاجه ممكن تلمس عندك حاجه. طيب اللي هم السبيكرز دول ما هو دولت عشان انا اقتنع بيهم تمام لازم يبقى عندهم تجربه في حياتهم اكسبيرينس معينه او خبره معينه يحكوها لي علشان انا اقتنع بيهم. بس لما حد كده يطلع يقول ويقعد يتكلم وما تعرضش لحاجه معينه طب انا هقتنع بكلامه ازاي؟ فاهمه قصدي؟ طبعا انا فاهمك ان احنا يعني انت عايز تقول يا شريف ان احنا محتاجين نصدق الشخص ده يبقى عنده مصداقيه عندنا. ممكن تلاقي واحد عنده 23 سنه و24 سنه يقول لي ويروح عامل لك حاجات على الفيسبوك ويوتيوب مش عارف تشانل ويطلع ويقعد يحفز الشباب يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا وايه وبيصدقوه وبيمشوا وراه وهو ما عندوش اي خبره حياتيه عشان ينقلها لغيره. ما هي دي طبعا حاجه بس دي كارثه. بس دي ممكن تكون ليها بعد تاني إيه ان ممكن هو عارف يوصل لدماغهم يعني برضو لما شاب بيكلم ممكن شباب يبوظ دماغ. طبعا عشان كده هنا الرقابه مهمه ان الواحد الرقابه من الاهل ان انا اخد بالي ولادي بيتفرجوا على ايه. طيب اللي بتتفرج عليه ده انت فعلا لان فعلا في ولاد بيتاثروا كتير جدا بالكلام ده. انت اكيد عارفه ان صعب جدا الاهل في الوقت الحالي هيعملوا رقابه على اولادهم لو فاتحين معاهم قنوات اتصال. لو انا بشوف بنتي انا عندي ولاد في سن المراهقه لما بنقعد نتكلم مع بعض بشوف ايه اللي في دماغها هي بتتفرج على ايه بتسمع ايه مش طبعا مش قادره اقول ان انا ليا رقابه 100% صعب جدا ويبقى حاجه غير واقعيه ولا 50 ماشي بس ادينا بنحاول يعني على الاقل نبقى دايما فاتحين شانل ان هم في اي وقت عندهم مشكله هيجوا لي يعني على الاقل دي كفايه يعني ان انا ما بقاش حاسين بخوف مني ان هم جايين يقولوا لي اي حاجه فانا هيبقوا خايفين ان انا اصدهم او حاجه فدي وسيله ان احنا نقدر الى حد ما نوجههم للصح او الغلط لكن طبعا الزيف موجود في كل مكان يعني ده صحيح. طب